السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي معانا برنامج اسمه ايس فوكس، ده مهتم بتحليل الصوت هيبقى عامل ازاي في البرنامج بتاعي. وليكن مثلا الغرفة دي، طبعا تقدر تعمل عليها سيلكت في أي وقت وتيجي تغير الاختصاص بتاعتها بس مرتين، وتغير البيتش بتاعها، تغير الويت بتاعها، تغير الأبعاد بتاعتها زي ما أنت عايز. ممكن حتى تتغير من هنا أهوت، هتلاقي الأرقام بتاعت الويت اتغيرت. بالظبط، أنا غير كده هتلاقي الدبس بتاعك اتغير. ممكن تضيف أشكال مختلفة، يعني ممكن مثلا تعمل الشكل دوت أهو، وتغير الدبس وتغير السويب أنجل زي ما أنت عايز. طيب عايزين نبدأ نضيف مصدر للصوت، فأجي هنا في السورس زي ما أنت شايف مفيش أي مصدر للصوت حاليا. طيب هاجي هنا ساوند سورس، بيبدأ يجيب لي الحاجات من الـ AFMG وحاجات من الديمو، فخلينا نختار مثلا دوت وأقول له أوكي وأبدأ أحطه هنا أهوت، فيبدأ يعمل لي تحليل للمبنى بشكل دوت. الصوت هنا يبقى عالي، هنا أقل أقل، وهكذا. ده التدرج بتاع الصوت. ممكن تقول له تلغي الشو مابس أو تلغي الشو مابس بشكل دوت، وتحت بيقول لك سايد فيو هيبقى عامل إزاي، الليفل هيبقى عامل إزاي، الريسبونس هيبقى عامل ازاي، وهكذا. الجرافس اللي موجود زي ما انت شايف، فبيبدأ يعرض لك الصوت بشكل طبيعي.